الحمد لله رب العالمين. منيح يعني اللي حماس وافقت على وقف اطلاق النار. احنا فرحانين يعني فرحه كبيره لنا وللشعب الفلسطيني. وان شاء الله هيك بنرجع وان شاء الله هيك بنرجع على دورنا يا رب. والله يا رب صراحه يعني الشعب مش قادر يتحمل اكثر من هيك. الحمد لله انهم انتصرنا عليهم وان رجعنا لبيوتنا يعني احنا ان شاء الله يا رب هيك نرجع يا ربي. واحنا بنتمنى انه هذا يدوم ويتم وقف اطلاق نار كامل وتام، لانه قرفنا وزهقنا حروب بكفي، حروب يا عالم بكفي.